Là on passe au sérieux, rien qu'à c'est. Tu peux les donc شوف الا ما كانتش باينه بزاف كذا انت تعرف بغيتي نعاود نعاود شوف امور في اهلا وسهلا منور عين الا بدا ما طلعش صافي ماشي مشكل شوف فارس شوف العجوز ما طلعش شوف ما طلعش صافي حيت هو شوف خا ما طلعوش فين قاعد يا خويا منين تتهبط من القلافه عمر منين تتهبط من القلاف ديالك ماشي ديالك هذاك صافي فهمت انت كاين شويه السخفه لا منين تتهبط من القلاف ديالك تعاود لك الصوت حيت ماشي القلاف ديالك انت ما كاينش هبط لهذيك الدرجه وعاود لي هادو ما طلعش انت ما طلعش فهاد خلينا نطلع انا ديال الهضره اللي قلت انا يا ديال الهضره ما تخرجش بزاف في السوق ديالك ديال الهضره اللي قلت في الاول انا ما عندك واحد جوج ديالكم جوج ديالكم طالعين واكس غني والان يدخل الى المعترك المهاجم والمناضل كنديروا توشيه وكنسالي ما كنكملوش ما كنكملوش سادة انتوما اللي انتوما اللي ما تقولهاش تخليه هو يقولها شوف شوف اللي غنيت وقف ما تدخلش واخا الا غنيو انا كل ملك لكم يعني صافي انا كل ملك لكم كل ملك لكم صافي حبس نعم شفتو شي يعني داكشي على الفور هو اللي غادي يغني واو انا ما غنيش فارس ما يغنيش انت غتغني هي الوالا حافظة غتجبلها معاك بوحدك غير انت وياها غتغني بوحدك يا الوالا ولكن بالجروب حافظة ولا لا؟ ولكن تفرعنا عليها باش تعاوني تعمل ناس ولا نغني وافو باش تعاوني حتى وافو حتى هو اللي يغني مثلا هذاك الشيء شكون اللي ما عليش لا دابا هي مع الجروب شنو عندك مع الجروب عندك شي اغنية سلطان هذيك كاين في الاول غتكون تغنيها بالعود واحد الساعه غادي يجلسوا هما ويدخلوا هما ومن بعد نقول لهم دوك غادي ندير بانه غادي نسجلوا دابا اغنيه سلطاني هما جالسين معاك انت اللي كتغني اغنيه سلطاني هي الوقيته اللي تطيح الميزانيه وكتجي انت في العود كتضرب اغنيه سلطاني بوحدك اغنيه سلطاني تدخلوا يدخلوا معاك تيجلسوا عاد ها تعاود تغني معاهم كلهم دابا ما نغنيوهاش غنبداو باش نشوفو العشاء هاديك تاع الوقت باش تسال مازال ما كاينش انت ما تعطيش قيمة بزاف للغنى انا اللي كيهمني اكثر نسمع الناس زعما ما تشغلش راسك بالغناء الا جاتك شي فريته وبغيتي تدير معاهم ديال سينو لا غني مع هذا الباس ما تطلعش لا ما يغنيش كاع انا قلت لك هذيك غير ملح بها الاسبقيه عندي الناي دابا
بنعس معاهم. ما جاتكش كاع الاغنيه وانت لاعب ما تغنيش؟ واخ عطيني غير الناي. واخ حيت ما كاينش عندنا انسترومون ناقص. واخ خلوهم يغنيوه بجوج. Two hours later. We'll be right back.
صافا كلشي مزيان الله يحفظك راك ولي سبب لا ملي علاش عندها الوالي ديالك كيفاش؟ هو هذا شوف الكواليس بالواليد هو هذا عرفتي شنو هو الواليد؟ هادشي اللي قال فارس لا انا ما قلتش انا كانت خويا كانت خويا وكانت خويا الواليد شوف عندك الواليد وعمر انا عارف السيد شنو سماني عمر وبوب كان عمر وبوب كان عمر قول لهم شوف قسم لهم في الفيلم راجع راه شوف راك ينفح مش هاتك العمز دي الطابة معقول هادشي كتنفح يا سيدي؟ يا خويا كنفح حتى بقى شوف دير الأستاذ الفنان حميد ديوري وراه سيدي حسن الله كينفح في الكواليس واه أكشن مزيان على أسلام notre réalisateur.
معاك معاهم؟ اسيدي اش نقول لك؟ خصني عمر. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, money, money. Dollar, dollar. ياك. Yes. هو لا خلا عشان هذا. أيوة. أنا كده. باش يمشي لفروض. راه ما كاين خير اخواني محال نصيبو ما نعمل عشير ما نعمل عشير راه يطيح جبالي ريبو او يطيحو في بير ويطيحو في بير تبع الطمع هو اللي جابو او دحيه ما فيه خير راه ما كاين خير اخواني محال نصيبو ما نعمل عشير ما نعمل عشير راه يطيح جبالي ريبو ويطيحو في بير ويطيحو في بير تبع طمع هو اللي جابو ودحيه ما فيه خير راه ما كاين خير اخواني محال نصيبو ما نعمل عشير ما نعمل عشير راه يطيح جبالي ريبو ويطيحو في بير يطيحو في بير تبع طمع هو اللي جابو ودحيه ما فيه خير غربة والفراق والوحش والوحدانية